بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، قبل البداية، ابتداء، قبل الابتداء، أحييكم تحية إسلامية، تحية من عند الله، تحية وسلامة عربية. أليس كذلك أيها المشاهدون؟
الإسلام هو النصارى، واختلافات كثيرة في مسألة أخرى، ولكن ما حدثنا تلك الاختلافات تكون عداوة بيننا. أيها المشاهدون الكرام، لماذا يخص ذلك؟ ليس سوى لقلة فهمهم على شريعة الإسلام، لأن الإسلام ينظر للاختلاف هي نعمة وبركة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختلاف أمتي رحمة، رواه البيهقي. لذلك نجب علينا أن نتبع ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا نجد اختلافا في بلدنا لا نجعله عداوة، بل نجعله نعمة ورحمة بيننا، حتى تكون البلدة بلدة طيبة وربا غفورا. أيها المشاهدون الكرام، أكتفي هذه الخطبة، ونسأل الله عسى أن يجعلنا من أهل قوله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويجعلنا من العلماء العاملين المخلصين. بجاه سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين.